في ناس بتقول ان تجربتك في الزمالك كانت قصيره مش طويله بسبب علاقتك او يعني قرابتك او صله القرابه مع الاستاذ ابراهيم المنيسي اللي هو خالك، هل ده كان سبب ما خلاكش تكمل في نادي الزمالك ولا ده كلام لا لا بيتقال لا كده لا بيترمي وخلاص؟ لا 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 ما ما حصل. فيش خالص. هو في الاول وفي الاخر هو عمي وحمايه عمك عفو. في نفس الوقت، فلا ما كانش لي علاقه خالص يعني. بالتالي انا موضوع يعني الفتره القصيره في الزمالك قصيره عشان انا فعلا طلبت، يعني انا اللي طلبت ان انا يعني ما اكملش وامشي عشان مش لاقي فرصتي العب بجد، مش لاقي فرصتي. يعني حتى في ظل الدقايق اللي انا لعبتها كنت مؤثر، صح. سجلت اهداف وكنت مؤثر في فرقتي وخدنا بطولات في الوقت ده، بس حسيت نفسي لا يعني في يعني ظروف خارجيه ما بتخليش مش هعرف اعيش دور الموظف في النادي، اسم نادي الزمالك او في اي كان نادي، انا ما بحبش اعيش دور الموظف ده. فقلت لهم لا يعني، خرجت الاعاره سنه واثنين وبعد كده قلت لهم يعني خلاص كفايه عليا كده.